السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني يوم من أيام رمضان وتاني حلقة من حلقات أورجانيك. امبارح كنا بنتكلم على حاجة في منتهى الأهمية، وإن إحنا إزاي نصوم صيام أورجانيك ونفطر أورجانيك، نكون إيجابيين في كل الصيام بتاعنا. وسبحان الله حتى خطبة الجمعة النهاردة بتتكلم على أهمية إن الصيام هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجزي بيه، أهمية عظيمة وكبيرة، مش بس صيام رمضان، أي صيام عشان تتقرب إلى الله وتعرف تشتغل صح. امبارح كنت بقول لك ان انت مركز الكون، انت السر والنبدأ، انت كل شيء. بس الكلام بتاع امبارح كنت بوجهه للي بيتحرك، للي بيقوم، للي بيصوم اورجانيك بجد وبيفطر اورجانيك بجد. انما النهارده في كلام تاني عايز اقوله لك، اقوله لمين تحديدا؟ لاي بني ادم راضي ان هو يفضل قاعد في مكانه وقابل ان هو يشتغل بنظريه من اخطر النظريات اللي موجوده في العالم، نظريه المؤامره. كل ما تحصل لك حاجه، هو اشمعنى انا اللي بيحصل لي الكلام ده؟ كل ما تحصل حاجه في حياتك هو انا بس اللي ما عندوش كده؟ انت عارف انا لو الظروف جات لي احب اقول لك ان انت بتكذب، انت كذاب. كل واحد منتظر ان الظروف تتغير علشان يصلح من نفسه كذاب. انت مش بس كذاب، انت بتعمل اخطر حاجه في العالم انك بتكذب على نفسك. ليه؟ لان ببساطه احب ابشرك ان عمر الظروف ما هتتغير. اذا ما قمتش، اذا ما اتحركتش، اذا ما حددتش انت رايح فين وعايز تعمل ايه، عمر ما في ظروف ما بتتغير. وطول ما انت حاطط في ذهنك ان في نظريه مؤامره موجوده عليك، انت محسود، انت في حد باصص لك، انت في حد زعلان منك، انت في حد بيكدك، انت في حد قاعد مستهدفك، انت في حد. اصل انت هتقوم تعمل ايه؟ ما هي كل الظروف صعبه، اصل انت هتروح فين؟ اصل ما فيش فايده. اشمعنى انا اللي بيحصل له كل الكلام ده؟ طول ما انت عمال تلاقي نظريه مؤامره وعمال تنسقها، طول ما انت هتلاقي شماعات عشان تعلق عليها، طول ما انت راضي ان انت تفضل قاعد في مكانك، انت لا مركز كون ولا انت سر ولا انت مبدا، انت مجرد عاله علينا وعاله على نفسك. والاخطر انك تكون عاله على نفسك. لو عايز فعلا تكون حياتك اورجانيك زي ما قلت لك امبارح، انت لازم تقوم تتحرك، لازم تتخلى عن نظريه المؤامره، لازم تتخلى عن فكره ان الناس تكون راضيه عنك او غير راضيه عنك. ما تسمعش حاجه، تصوم، سد ودانك، قوم اتحرك، قوم اشتغل. انت تكون فعلا مركز الكون لما بتتحرك، لكن طول ما انت قاعد في مكانك، طول ما انت قابل انك انت تعيش فكره ان اللي حواليا بيأذوني واللي حواليا عايزيني وحش، فعشان كده انا مش عارف اعمل حاجه، عشان الظروف اقوى مني، عشان انا مضغوط، اصل ربنا خد مني كل حاجه. لو ربنا خد منك كل حاجه، حتى الصحه، لو قادر بإرادة حقيقية وبيقين حقيقي لله سبحانه وتعالى إنك أنت توصل اللي أنت عايزه، هتوصل وربنا هيعينك. وكل اللي حواليك اللي عاملين يقولوا لك مفيش فايدة أو مش هتقدر أو فوق قدراتك أو فوق إمكانياتك، هم أول ناس هيسقفوا لك ويكونوا معاك. مفيش حاجة اسمها أنا مستني الفرصة عشان عمرها ما هتجيلك، مفيش حاجة اسمها نظرية مؤامرة. كل أمر ابن آدم خير، إن أصابه سراء شكر وإن أصابه ضراء صبر. امرك ما بين الصبر والشكر. انت اصلا ناجح، لكن لو فكرت باي شكل تاني غير كده فلا تلومن الا نفسك. يا رب نعيشها اورجانيك مع بعض النهارده تاني ايامنا مع بعض. لو عجبكم الفيديو ارجوكم اعملوا لايك واعملوا شير، مستني تعليقاتكم لانها بتفيدني كتير جدا، ويا رب تكون تعليقات مفيده لينا كلنا. يا رب ننجح سوا باذن الله. منتظركم ان شاء الله، وبكره حلقه في منتهى الاهميه هنكون فيها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.